جامع السراجي من المساجد التاريخية القديمة في البصرة، ويتميز بعمارته الأثرية والتراثية التي تعود للعهد العثماني، ويعد رمزا تاريخيا لقضاء أبو الخصيب. لم يشفع هذا التاريخ والمركز المعماري الحساس لهذا الجامع عند الجهات الحكومية التي تخطط لهدم منارته بذريعة توسيع الشارع العام. القرار البلدي بهدم المنارة أثار ضجة شعبية وأخذ صدى واسعا، ما دفع القائمين على المسجد إلى الحديث في هذا الموضوع دون توضيح الحقيقة. احنا ايش ما جانا لحد الآن، يعني مثل ما سمعتوا انتوا انا سمعت راح يقصون الجامع، حطوا عليه إزالة، بس حد الآن كتاب رسمي ما جانا لا من الأوقاف ولا من المحافظة. بلدية أبو الخصيب أكدت نيتها إكمال توسيع الشارع العام ولو على حساب جزء من جامع السراجي التاريخي. مسؤول الوقف السني في البصرة يقول إن أي كتاب يرد بخصوص هدم منارة مسجد السراجي هو بالنهاية سيكون من مسؤولية الجهة المختصة المتمثلة بالوقف السني في بغداد. إذا وردنا كتاب من المحافظة أو من البلدية سنشكل، نقوم بتشكيل لجان لدراسة الموضوع، وإحنا طبعاً أيضاً لدينا مراجع في بغداد، عندنا ديوان الوقف السني، معالي رئيس الديوان، مدير عام دائرة المؤسسات الدينية، ما تقرره اللجنة سيرفع إلى بغداد وبعد ذلك يبت في الموضوع. ولعل ترك القضية بيد الوقف السني هو ما يثير مخاوف أهالي قضاء أبو الخصيب، فللوقف السني تاريخ طويل من التواطؤ فيما يتعلق بالتخلي عن مساجد وعقارات لصالح الوقف الشيعي أو تلك التي استولت عليها الميليشيات.